كل العالم فيها تفوت، ما في مشكلة، مين ناطر برا؟ حنبلش المحاضرة، مين في عنده أسئلة؟ اسمعوني معاك. نعم نسمع. اوكي. فيك تنزل على الأسئلة هيك لنشوف، قصدي على الأجوبة. ننزل على على الأجوبة قدامك. أيوة هلا تنقي السؤال يعني؟ درسينه ولا لا؟ لا بس لا لا بس إنه أنا إلي زمان حلته لأن نسيت شو عندي أساسا أسئلة. اوكي. طيب سؤال، خليني أنا أسألك عن بعدين بتجي الأسئلة. شو الفرق بين كونتينيتي؟ اوكي، معي فونكسيون من انترفال او من دومين، فينا ناخذها حتى من دومين ل ار. اوكي، اكس دون اف دو اكس. شو معناتها اف كونتينو وشو معناتها اف يونيفورمون كونتينو؟ F continue يعني ديفيني هي على دومين. جوان، ايه صح، اوكي، اف كونتينو شو معناتها؟ اف كونتينو يعني ديفيني على الدومين، معناتها ديفيني على الدومين. بوان معينة مثلا اكس موان اون توت بوان دو لانترفال اي. بس اللي بدي احكي بس مشان اعرف يعني بدي اكتبها لاني. اول شيء خليني بس جوان تقلي فكرتها. معناتها اف كنت عم يعني هي ديفيني على الدومين، ديفيني سور دي او الاي اللي هو، بس خلينا ناخذ الدي مثلا. اوكي، على الدومين دي هي ديفيني بس هيك. ايه يعني هذا الشرط الوحيد يونيك. بالكونتينيو بيكون مثبتين على بوان يعني معينه. واحد واحد يحكي اذا بتريدوا، بس مشان اعرف يعني الفكره. اوكي، اذا صح بدي اقول انها صح، واذا غلط بقول انها غلط. في شيء ثاني جوان بالاول؟ لا ها هي. اوكي، طيب غلط لانه بدي اعطيك، لا يعني بدي برهن لك انها غلط. اول شيء اذا اف ديفيني سور دي، اوكي، حاخذ لك دغري اكزامبل. مثلا فيني اخذ فونكسيون الي دو سيت فاسون، اوكي، وبعدين بتكفي بهذا الشكل. يعني انا هي ديفيني من ا مثلا ل بي، اوكي، بالبوان سي. اوكي، هي على سي موان بتاخذ هذا الفالور، وعلى سي بلس والسي بتاخذ هذا الفالور وبتكفي. اوكي، يعني هي الي كونتينو اذا بدك ادروات، بس منها الي بالبوان سي، بس منها كونتينو اغوش. فيني اخذ هذه الفونكسيون ولا لا؟ بله. اوكي، يعني اذا بدني فيني اكيد بسطها اكثر، باخذها مثلا كونستانت جيسكا سي، اوكي، مفتوحه على السي هون، هذا اللي بقصد فيه، وبعدين من البوان سي وبالرايح هي انوتر كونستانت. يعني اذا اخذت هون كونستانت 1 هون كونستانت 2، اوكي، او اذا بدي اخذ هذه الفالور الفا 1 هذه الفا 2، هذه اكيد ني با كونتينو، اكيد ني با كونتينو. ماشي، لانه اذا جبت الليميت للاف دو اكس لما اكس تنفرسي، اوكي، هذا الليميت عنده دو فالور، على سي بلس عنده الفا 2، على السي موا عنده الفا 1، معناتها الليميت نيكزيست با. اوكي، ماشي، اوكي، طيب. فاذا هيدي الديفينيسيون هي غلط. نور الهدى كانت عم تحكي الثاني ديفينيسيون، بعدين حنين وراها. نور الهدى وين صارت؟ نور او نور الهدى بتذكر؟ لا لا انا ما قلت شيء، ما قلتي شيء. طيب حنين، انا كنت عم بقول انه اذا ببوان معينه بيكون الليميت للاف دي اكس تلك اكس كونفير ا هو بيعطيني اف دي ا، اما بال لحظه لما الليميت بالاف دي اكس للاف دي اكس تلك اكس كونفير ا هو اف دي ا، هون بتكون كونتينيو ببوان ايجال اف دي ا، ما هيك؟ اوكي، هون ببوان فيكس، اما بالانيفورمون كونتينيو هي من على بوان فيكس، هي على اثنين فاريابل موجودين بقلب الدومين بيكونوا قريبين من بعض، بتطلع الايماج تاعتهم قريبه من بعض. اي اوكي، لحظه شوي. اول شيء هذه الديفينيسيون،
شو هي؟ من عم سمعكم انا عم بسالك انت ورفقاتك، يعني اول شيء عم علمك انت وبعدين رفقاتك اللي كمان منهم فاهمينها مشان يفهموها، مش يعني مش عم وقعكم. اوكي ايه ما ما في بروبلم، انتوا عم تتعلموا بالنهايه بالامتحان انا بشوفكم اذا شاطرين ولا لا منو هلا. اوكي بس لا يعني تفوت الفكره اكثر براسنا، شو معناتها هيدي الليميت؟ حدا بيعرف؟ يعني اذا اخذت اف اوفازيناج دي اكس تعطيني اف دو ا. ايه شو هي ديفينيسيون لشو؟ طيب هي هذه الليميت مثلا انا عندي انكوني بقلب مثلا اف دو اكس، مثلا هون الانكوني هو اكس، بناخذ مثلا رقم محل الاكس وبنحطه، مثلا هون اخذت الاف بدي بدله بقلبه. طيب اللي بقلب الريكتانج شو بسميه؟ يعني شو بيعطيني ديفينيسيون اذا هذه الليميت ايجال سي اس ال مون سي؟ شو يعني شو هي اكيفالون لشو اقول؟ اذا كونفرجنت هي كونفرجنت ليميت اكزيست ايجال اف دو ا فور تو اكس ابارتيان على الدومين الي اكزيست ا ابارتيان عليه تلك اف دو اكس ايجال اف دو ا. اوكي ما عم تعرف شو بدي اقول، هاي الليميت سي ال اكزيست ات ايجال ا اف دو ا سولا في دير هذا سي سي اكيفالون ا دير اوكي اف اي كونتينيو اون اون ا اللي هي اكيد موجوده بالدومين. اوكي يعني هيدي اذا موجوده هلا هيدي الكتيبه فيها شرطين، فيها شغلتين. اول شغله موجوده انه ليميت اكزيست. اوكي هيدا اول شرط، لانه اذا ليميت مش اكزيست اذا انفيني ما بقى في داعي قول اذا بيساوي ولا لا اف دو ا. شغله ثانيه ايجال اف دو ا، يعني هذه كمان اون دوزيام كونديسيون. دونك انا دو كونديسيون اوكي بور اسوري كو لا كونتينيتي ان ا نو انا عندنا الكونتينيتي ان ا. اوكي دونك هذا الليميت بده يكون اكزيست. شو معناتها ليميت اكزيست كمان؟ الليميت اكزيست يعني ليميت ا غوش ا دروات بيساوي بعضهم، ماشي؟ وبيان ديفيني، بيان ديفيني يعني هذا رقم فيني مش بلس او موان انفيني. اوكي الشغله الثانيه انه لازم يكون ايجال اف دو ا، ماشي؟ يعني اذا حطيت محل الـ شو اسمه بقلب الفونكسيون الفالور ا هي بتساوي هالليميت. اوكي ماشي طيب هيدا بيعني كونتينيتي. اوكي بكل بالديفينيسيون. اوكي هلا في ديفينيسيون ثاني اف اخذناها اف اي كونتينيو ان ا اللي كنتوا عم تقولوا ليها. اوكي وشكلكم عم تسمعوها لانه مش كثير يمكن فاهمينها، هي بور توت ابسيلون الي اكزيست دلتا. هذه يمكن اللي قلت لي نور الهدى تالكو شو اكس موان بور توت اكس موان ا الدومين اذا اكس موان ا اصغر او بتساوي دلتا امبليك اف دو اي اصغر او بتساوي ابسلون. اوكي ايه بس يعني هيدا نعم لا كمل نعم قلي ليه معنا بحط تعليقاتكم. انه عم تقول ما فاهمين تعليق انه شو معناتها بس هي انه اذا قلت عم تسمعوها هي ايه انت ما قلت منك فهمتيها، يمكن تكوني عم تسمعيها بس فهمتيها. اوكي طيب ليش بتزعلوا دغري ما بعرف. اوكي هلا هيدي اذا اكس مو ا اصغر من دلتا. اوكي يعني شو معناتها هيدي؟ معناتها هيدي ديستانس، يعني كثير قراب على بعضهم ديستانس انتر اكس و ا. اوكي اذا قد ما فيني بصغرها لازم الديستانس بين الاف دو اكس والاف دو ا تكون امبليك، يعني اصغر من ابسلون. ديستانس كثير صغيره لازم تكون هيدي ديستانس كثير صغيره، ماشي؟ ماشي اوكي. طيب انا سؤالي بالاف كونتينيو قلنا الديفينيسيون اف يونيفورمومون كونتينيو، شو هي شغله ثانيه؟ هي بور تو ابسلون اول شيء كان ان ا. اوكي يعني ما بدي انسى انه هي ان ا هيدي الكلمه يونيفورمومون كونتينيو مش اون ان بوين ا انترفال، يعني اول اذا بدنا ديفيرنس بيناتهم هيدي بروبريتي لوكال. اوكي بتتعلق ببوان، بينما هذه بروبريتي جلوبال. اوكي طيب ايل اكزيست دلتا تلك بور تو اكس اكس بريم او اكس ايغريك موجودين بالدومين، اذا الاكس موا اكس بريم اصغر او بتساوي دلتا الور انا
نيسيسيرمون اف دو اكس موان اف دو اكس بريم اصغر او بتساوي ابسلون. اوكي بنلاحظ هون هذه بروبرتي اول شيء هي جلوبال كلك سوا اكس كلك سوا اكس بريم ماشي ماشي ولا لا؟ وي وي اوكي مرق معنا بروبوزيسيون بالكونتينيو كلك سوا اكس بروبوزيسيون بالكور انه اذا اف uniformement continu alors cela implique que f هي continu. هلا بتقولوا لي ما عملتوا البروف ما هيك؟ لا لا اوكي انا هون انا هون شو عم اقول كيف سوا x اي كيف سوا x بريم موجوده بالدومين. طيب اذا شو ما اخذت x وشو ما اخذت x بريم عندي هذا السطر اوكي سبته سبته سيبوزون انه اكس بريم فيكسي اوكي اوكي ما بقى اخذ شو ما كانت الاكس وشو ما كانت اكس بريم خلص اكس بريم ثبتها شو صار هيدا السطر صار شو ما كانت اكس موجوده بالدومين اكس مو اكس بريم اذا اصغر من دلتا معناتها اف دو اكس مو اف دو اكس بريم اصغر من ابسلون. طيب هذا السطر اذا انا مثبت اكس بريم شو بيعطيني نفس تبع الكونتينيو ما كانه كونتينيو اه اكس بريم معك طيب اذا ثبت اكس بريم طب انا ما منين ثبت اكس بريم بهذا السطر ما انا معي شو ما كان اكس بريم معي هذا السطر يعني معناتها اف اي كونتينيو اون اكس بريم بور تو اكس بريم موجوده بالدي وضحت فهذا اذا كانت يونيفورم كونتينيو معناتها اف اي كونتينيو سور دي تو تونتيير صح ماشي طيب هلا كل اللي حكيته ما بيشفي لي الشيء اللي بدي اياه انا شو الفرق بين كونتينيوتي لكان يونيفورم يعني اليونيفورم كونتينيو دكتور نعم بس فيك توضح لي شوي اكثر بين الفرق بين اللوكال والجلوبال بروبريتي لوكال يعني انا عم بشتغل اذا بدك الفكره انه انا عم بدرس الكونتينيوتي على هالبوان هاي بالبوان سي مثلا او بالبوان ا اوكي بالبوان ا بهالبوان اوكي عم بدرس الكونتينيوتي عم شوف اذا الفونكسيون هي كونتينيو يعني بجيب الليميت ا غوش ليميت ا دروات او بالاحرى يعني بجيب الليميت للاف دو اكس لما اكس تانفير ا هل هي بتساوي اف دو ا اوكي لوكال يعني بتتعلق بهالبوان ف اف ما فيني اقول اي كونتينيو واسكت ان ا اوكي ماشي طيب بينما اذا بدي اسال اذا اف هي يونيفورممون كونتينيو اف هل اي يونيفورممون continue هذا سؤال بحد ذاته بس ما حددت وين ماشي ماشي يعني هذا بقصد فيها سوردي ما بدنا نضيع انه اف شو معناتها اف كونت اي كونتينيو سوردي كونتينيو على الانترفال يلي هو يعني ليميت اكزيست و لا لا شو معناتها continue sur D مرقت معنا بالكور كمان ما عندها ولا مشكلة بأي point يعني كل point وانا مقبوطي continue en tout point de l'intervalle D très bien مين اللي قالها؟ ما عندها ولا مشكلة بأي point لا 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 منو ما عندها ولا مشكلة continue sur tout point على D l'intervalle D اوكي فايزان ما بعرف مين اللي حكي ميري جو ماري جو؟ وي اوكي معناتها اف اي كونتينيو ان ا كاك سوا ا ابارتينون ا دي ماشي؟ وي هذه هي الفكره فاذا اف اي كونتينيو سور دي معناتها اف اي كونتينيو ان ا يعني معناتها بدي ارجع على فكره انه الكونتينيوتي هي بروبريتي لوكال يعني بكل شيء في بوان هي كونتينيو فبقول عنها كونتينيو سور دي ماشي؟ اوكي طيب فكرتي بعد ما عملنا تقريبا ريفيزيون عن كل شيء شو معناتها اف كونتينيو اف يونيفورممون كونتينيو عم نحكي سور دي تو تونتي مثلا خلينا نقول سور دي ما بدي اوكي جيومتريك ما عم بحكي هلا شو الفرق شو معناتها في ان فونكسيون الي كونتينيو شو معناتها الي يونيفورممون كونتينيو ما حدا شايفها مثلا انه طيب شو انت عم تعطيني اثنين نوسيون كثير قربهم بعض اوكي اذا ما فهمتهم انا جيومتريك ما يعني بالمسابقه طيب حكى في ريفيزيون بركي حدا هيك تطلع معه اشياء ثانيه
شو معناتها اف انيفورم مومون كونتينيو؟ تعودنا اول شيء بدي اشوفها اذا كانت كونتينيو كمان هذه بالكور، لانه اذا ما لنا كونتينيو ما في داعي بالمره اشوفها اذا كانت انيفورم. اوكي، وبدنا نشوف اذا عندها اسيمتوت اوريزونتال واذا عندها ديركسيون اسيمتوتيك. اوكي، اسيمتوت فيرتيكال هل موجود، ديركسيون اسيمتوتيك هل موجوده؟ صح. طيب هذا بالكور. دكتور انت بدك الفرق بيناتهم بين كونتينيو انيفورم مومون كونتينيو جيومتريكمون. الكونتينيو يعني بتكون مثلا فيها تطلع بسرعه تشقل دغري، بس انيفورم مومون كونتينيو يعني بتكون عم الفونكسيون عم تنزل او تطلع، يعني هي كونتينيو بس بشكل بطيء، ما في فرق كثير بين النقط بين الفونكسيون. تريبيا طيب ما هيك؟ تريبيا. فاذا هذا اللي بدي اقوله انا، انه اون فونكسيون اوكي هلا كونتينيو بنعرف يعني هي ما فيها تقطيش اوكي، او يعني ما عندها بروبلم ببوان معين، بتاخذ فالور قبل منه شيء وفالور بعد منه شيء ثاني. مثلا الانسر اكس هي منا كونتينيو اون زيرو، ماشي، لانه الليميت ا جوش اون زيرو والليميت ا دروات منهم مثل بعضهم، كلنا بنعرفها ولا لا؟ بلا صح بلا. فاذا اون فونكسيون عم نحكي اونيفورمومون كونتينيو اوكي est une fonction اكيد نيسيسيرمون لازم تكون كونتينيو بالاول، ولا اذا ما انا كونتينيو من اساس هي ما انا انيفورمومون كونتينيو. اوكي، قلنا كل فونكسيون انيفورمومون كونتينيو لازم تكون هي كونتينيو برهنتها. فاذا est une fonction continue qui croît ou décroît. اوكي يعني يا اما بتكبر يا اما عم تصغر، شو doucement à l'infini، هذه هي الفكره، ماشي. هلا جملتي فيها شوي غلط، لانه ما بالضروره بس يعني او بالاحرى يعني بس مشان افسر دوسمون الانفيني، يعني ممكن يكون الاسيمتود مش يعني على الانفيني هيك، ما قصدي في الانفيني اللي هو على الاسيمتود. اوكي، ممكن تكون ببوان معينه، مثلا انسر اكس هي عم تطلع على الانفيني، انا هذا القصد فيها. اوكي، يعني هي دكروا او كروا دوسمون الانفيني، اذا رايحه طالعه على الانفيني بتطلع بشوي شوي، يعني الايماج بيناتهم بتكبر، يعني قصدي الايماج اللي تبعها على الانفيني بشوي شوي بيطلع على الانفيني، هي الفكره بس. اوكي، بس عشان تعرفوا الجمله شو بقصد فيها اون فرونسيه. وهو قصدي انه بالرسمه الاف دي اكس والاف دي اكس بريم ما بيكون في فرق بيناتهم اكبر بيصير من الكونتينيو ولا؟ طيب خليني بس فسر اللي كنت انا كاتبه مشان ما ينفهم غلط. انا معي البريمير بالسكتريس اللي هي اف دي اكس ايجال اكس، اف دي اكس ايجال اكس، ما هيك؟ طيب هيدي هي يونيفورم مومون كونتينيو وبرهنها. اوكي، ناخذ دلتا السفيد دو براوندر دلتا ايجال ابسلون، مريت معنا بالكور. طيب يونيفورم مومون كونتينيو، هلا بتقولوا لي طيب ما هي الليميت للاف دو اكس لما اكس تنفر انفيني شو بتطلع؟ انفيني بلس انفيني، وعلى مو انفيني مو انفيني. طب ليش يونيفورم مومون كونتينيو؟ صح. اوكي، بينما ونفس الشيء خذوا فونكسيون ثاني كمان، مثلا او اكس. اوكي، اذا هيدي اف دو اكس ايجال اكس، هيدي اف دو اكس ايجال او اكس. طيب هيدي هي كمان الليميت للاف دو اكس لما اكس تنفر بلس انفيني بتطلع نفس الشيء ايجال بلس انفيني. بس ليش هيدي ليش هيدي يونيفورم مومون كونتينيو، ليش هيدي نو يونيفورم مومون كونتينيو؟ لانه تحت افزت افز. أوكي، يعني طلعت بسرعه كثير، لانه الانفيني يعني طلعت على الانفيني كثير سريعه، هاي هي الفكره. بينما هون رايحه على الانفيني بس على مهله. فهمتوا شو بقصد بقصه الانفيني؟ وي اوكي، نفس الشيء الانسر اكس، الانسر اكس نازله من الانفيني بشكل كثير سريع وبترجع بتجي اسيمتوتيك مو على الزيرو، ما هيك؟ هذه الانسر اكس الايبربول. فهون ديكروا تري رابيدمون. اوكي، لانه بتنزل، يعني انتم شوفوا بالانترفال من 0 ل 1 بتنزل من البلس انفيني لوين بدها تصير؟ على الفالور 1 ايجال 1. يعني شوفوا هالانترفال، بعدين من ال 1 للبلس انفيني بتاخذ الفالور من ال 1 لل 0، يعني شوفوا شو عم تعمل. واضح؟ فهون هي يونيفورم مومون كونتينيو، مثلا على الان بلس انفيني هي يونيفورم مومون كونتينيو لانه عم تنزل بشكل كثير بطيء، بينما من الزيرو شوفوا من هون عم تطلع عم تعلى بشكل كثير سريع. نو ايدي. اوكي،
فبس جيومتريك ما عم فرجيكم اياها، انه الفونكسيون لما بتنزل بسرعه او بتطلع بسرعه على الانفي على الفالور انفيني معناتها هي نو يونيفورمه كونتينو. اوكي هذه كونتينو مثلا دكتور. نعم فينا نقول نستخلص انه مثلا اذا كانت بارالل على الاي جراج نو يونيفورم كونتينو، فينا نقول هيك اذا عندها ديركسيون اسيمبتوتيك بالكور هيدا direction asymptotique parallèle à y prime ou y non uniformément continu. OK. OK. Oui. OK, ça F non continu كمان هي non uniformément continu. Docteur, بس بدكم شغله. نعم. هون اخر فكره لما عم تقول انه هي عم تنزل بتكون uniformément continu. وين؟ عند الآن أصدق. عند الآن عند الآن؟ ايه اللي هو نزل. خليني بس عم أطفش صوتك، خليني حنين أفهم سؤالك شو هو. ما أنا مين أنا عم بسألك يارا؟ يارا أوكي يارا قلي لي أنا عم بسألك إنه هي ونازلة على الآن تكون إني فورم مو كونتيني هون؟ عم تحكي بهذا اللحظة شو اللي أرجع له؟ ايه اوكي سؤالك أوكي. من الزر للآن إذا هي uniform ما continue. لا أنا ما هذا اللي قلته، قصدك من هون لهون هيك؟ ايه. طيب أول شيء الفونكسيون F يارا بقول عنا uniform ما continue على الدومين دي كله سوا، بقى حسب الدي انا اللي اخذها شو هي. انا اذا اخذها 0 بلس انفيني مثل ما اخذناها بالكور يعني من الزيرو اوكي مفتوح اكيد لا البلس انفيني اوكي برهناها انه هي نون يونيفورم مو كونتينيو. ليش؟ لانه في عندها اسيمتوت فيرتيكال. ماشي طيب فمنا انفورم كونتين. هلا سؤالك ما كثير فهمته انا يعني، بس انه حجاوب باللي فهمته انا. انت عم تساليني من هون لهون، من هون ورايح يعني. لا انا اللي قلته انه الانسر اكس ايه اوكي اذا اخذتها مثلا الاندومي للبلس انفيني مفتوحه او مسكره يعني ما بتهمني مسكره مفتوحه بدك اوكي تطلع انفورم كونتين نفس الفونكسيون اف دي اكس ايجال انسر اكس. اوكي طيب ليه بس؟ ليه؟ مين اللي لا؟ لا انا عم كفي على الانفيني على مهله يعني ما رحت بسرعه. بس دكتور يعني انا اذا اخذت الدومين هو ان دومي بلس الانفيني ما عندها مشكله فيه حسب اليونيفورم مون كونتينيو، هي كونتينيو بكل بوان بهذا الدومين. طيب وين المشكله؟ بس حسب الرسم نبلش من الآلة البلس انفيني. بس ماري جو في عندي مشكلة، انت قلتي انه ما في مشكلة، طيب في معناتها في عندي مشكلة بمحل تاني، شو هي المشكلة بس بدي اعرف. مشكلة شو ما مفهم بطريقتها لماري جو هي وعم تحكي، هي عم تحكي صح، قالت لي بالآلة البلس انفيني ما عندها مشكلة. طيب وين مشكلتها لك؟ هي عم تحكي صح كانت بس ما كملت الجملة للآخر صح. طيب الـ XP يعني الـ problem وين موجود؟ هو قبل الآن هو إيجال زيرو موجود على الزيرو. أوكي هلا صح الزيرو مش بالدومين، بس قلنا نحن ما الدومين على الزيرو مفتوح يعني كثير عم يقربوا من هي كل البوان اللي هون عم يقربوا كثير على الـ XP اللي هي الـ problem في أسيمتود. أوكي يعني انا شو ما اخذت بوان فيكس هون وطلوع بتكون هي يونيفورم ما كونتينيو عليه، واضح؟ انا وين مشكلتي؟ وين هال يعني وين عم تقفز هالقفزه لما كثير عم اقرب على الاكس على الزيرو على الاكس بي؟ ما هون عندنا اسيمتوت فيرتيكال. ماشي ف يعني هرجع لسؤالك يا يارا. هي يونيفورم ما كونتينيو اوكي على يعني اذا بدك اف دو اكس ايجال ان سور اكس اي يونيفورمون كونتينيو على سور تو دي اوكي على
اي دي من على الزيرو. بس دي شكله شو شكله؟ اندوميت لا ما ضروري اندوميت بلس انفيني زيرو اوكي مسكر مفتوح اللي بدك اياه هون اوكي بس لازم تكون ستريكت ما بوزيتيف صح اوكي هلا اذا حطيت محل الا زيرو وفتحتها من هون اكيد لانه ما نضيفني على الزيرو فبطلت انيفورم كونتينيو يعني انا اذا بدكم شلت البروبلم طيب ليش ما قلنا كمان الا نيجاتيف ما كان فينا ناخذ كل الارقام النيجاتيف والبوزيتيف من عدد الزيرو كان طلعت انيفورم مو كونتينيو بس الا الزيرو يعني كان فينا ناخذ الديفيرون ده زيرو طب احلو انا شايل الزيرو هون اوكي دكتور هلا بس شغله يعني عدس قبل ما نجاوبها لماريجو حطوا براسكم شغله الاكس بي ني با نيسيسيرمون موجود بالدومين اوكي وضحت طيب مين كان عم يحكي هلا بتسالك انا على الرسمي هلا نعم. فهمت انا التالكير اوكي بس بالنسبه للرسمي لما قلت لنا انه هي ديم الالف بلس انفيني انت قصدك من الان لتحت من الزيرو الان قصدي هيدي ما هيك شو ما كانت تكون الان قبل الان بعد الان بدك ايه يعني أوكي. اعملي لا اذا بدك ريستريكسيون على هال نصيري من الزيرو للا كيف شكلها حيكون شكلها هيك اوكي نازله أيوه. هي ديكروسون دائما فنازله ومكفيه بهالطريقه هون هي دائما يونيفورم كونتينيو اوكي تمام وهي وفيرتيكال مو اما بالنسبه للفيرتيكال انه ما فينا الا بتكون هي بس يونيفورم بس كونتينيو لحظه شو ما في اي فونكسيون الاف دي اكس ايجال انسر اكس مش قصدي ما انفيني يعني قصدي مثلا من فوق من هون سوري اذا بخرب من هوني صار من هوني هيك ايه هي بتكون انيفورم بتكون بس كونتينيو هي دايما كونتينيو ما لحظه شوي مش انيفورم ما كونتينيو هيك الفكره قصدي لا انيفورم ما كونتينيو بس هي دايما بضلها كونتينيو لا كونتينيو بس انه بتبطل من هالميل هالجزء بتبطل انيفورم ما كونتينيو بس كونتينيو صح؟ لا غلط خلصت سؤالك؟ ايه بس اوكي لحظة اول شيء f دو x ايجال انسر x قلنا نو uniformement continue وين على 0 plus infinity هاي فهمناها ولا لا؟ نو uniform على 0 plus infinity لانه في مشكلة بالزيرو هون في عندي اسمتود vertical طالع لفوق طيب اوكي طيب اللي قلته شغلة تانية انه f دو x ايجال انسر x هي a uniformement continue اوكي على مثلا هيك a plus infinity شو ما كانت ال a بس المهم لها تكون strict more positive تمام ماشي هذه تمام طيب هي تمام قلت هالفكرة وقلت هالفكرة هلا الشغلة الثالثة اللي انت عم تقوليها انه لكن هون ما uniform ما continue ما هيك هذا سؤالك يا را ايه اوكي ما انا ما فيني اقول هون منا ما انا بدي حدد الدومين دي فيكسي بعدين بدي ادرس ال uniform ما continue يعني ما فيني يجي يقول بهاي الشق في منا uniform ما continue هي لازم تكون على كل uniform مو continue صح؟ ايه اكيد مشان هيك لازم طب بس شغلي بالنسبة لقلت لي انت نمره نو uniform مو continue ايه ليه؟ هيدي بس على رسمي بالضبط وين بيكون محلها طيب ماني عم بعرفش انا شو المشكلة يعني المشكلة انه في هذا البروبلم اوكي هون اكس بي ايجال ا زيرو هيدي في عندها اسيمتود فيرتيكال كل اللي عملته انا هون اني شلت البروبلم بطل في اسيمتود هي بلشت من هون يعني من هون مثلا من هالبوان وبنزول فشلت الاسيمتود يعني بطل في شيء اسمه اسيمتود فيرتيكال شلته فصارت اني فورم ما كونتينيو شو معناتها اني فورم ما كونتينيو يعني با d'asymptote verticale, pas direction asymptotique en infini, ok, ou continue. Les autres sont continue. Ma anda direction asymptotique ou ma anda asymptote verticale. Ok. Mèche? Mèche. طيب. سؤالي هلا. شو الفرق بين asymptote verticale ou direction asymptotique? كمان هدول يعني هل تقريبا المفروض آخر فكرة لازم بقى
نكون فهمناها كثير. طيب دكتور، بس قبل سؤال كثير صغير، انا الا فيني اخذ 0 بلس ابسيلون؟ 0 بلس ابسيلون؟ ايه ما فهمت، يعني هيك الفعل 0 ابسيلون؟ لا لا قصدي 0 بلس. لا لا انا الا فيني اخذ مثلا ابسيلون، يعني هي شيء كثير صغير كثير صغير. يعني بعض الشحطه برضه بتضل نازله بسرعه. انت هيك بتشوفيها؟ طيب تايما نعم عليك، هذا ابسيلون صغري قد ما بدك، ماشي صغري قد ما بدك، اعملي زوم اوكي حرسمي حتصير هيك، واضح؟ هلا بتقولي لي انه مثلا هيدي شو الابسيلون مثلا، شو بدي اخذها 0.0000000 اسا 3-0 مثلا، يعني سير مليار اذا بدك اوكي وي. مثلا شو الفالور هون؟ حدا بيعرف؟ كثير كثير. كيف مليار؟ عارفه بالضبط مليار سالت انسر مثلا اوكي، يعني انا عم بقسم هيدا على الانسر هيدا، فاذا مليار او دي مليار اللي هو، انا اذا معي هذا الفالور ثابت فيكسي وعم منه وعم انزل منه وعم انزل، هل بيكون في عندي دايركشن اسيمبتوتيك؟ لا لا، ما اذا اخذت هيدا الفالور والفالور مثلا اذا بدك كثير قريب عليه مثلا 0.0000 اسا بزيد 0.1، ما هيدا يعني اذا بدك ابسيلون 1 وابسيلون 2 اوكي، اثنين فالور اخذتهم اوكي، البناتهم فيني لاقي دلتا بشكل انه اذا هدول اقرب على بعض هدول اقرب على بعض، وضحت الفكره؟ ما هن اثنيناتهم فيكسي يعني اوكي، بقدر لاقي دلتا بهذا الشكل. مشكلتي وين؟ لما بكون انا قريب كثير على الزيرو، انا عم اقرب رقمين على بعضهم بس هون في اسيمتود، بتعرف شو معنى اسيمتود؟ يعني طالع هيك 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 اخر شيء، يعني انا صار في اذا نقطتين هون كثير قراب، او اذا بدكم يعني شبه شايفهم حد بعضهم، بينما بالايماج انا طالع هيك طلوع فيرتيكال صح ببعد عن بعض فيرتيكال، خلصت منه هيدا صار خلص كيف ما كان شكله، اذا عملت زوم هيك شكله يعني شلت. طب وضحت؟ وضحت. طب وقت اخذنا الدومين زيرو اوفر، ما انت اذا زيرو اوفر بيطلع عندك الزيرو هي اسيمتوت فيرتيكال، بس انه هي زيرو اوفر معناتها نبلشي من زيرو بلس ابسيلون، ما نبلشي من الزيرو، يعني طب هالحالة كمان لازم تطلع انيفورم كونتينيو اذا كانت اوفر على الزيرو، يعني زيرو بلس انفيني هون ايه قلت انه ايه ايجال على زيرو ايه، بينما اذا اخذت ابسيلون بلس انفيني برايك شو قلت؟ شو قلتي؟ بتطلع انيفورم هلا حسب ما شرحنا، بس اذا الزيرو اوفر معناتها الزيرو مانا داخل، معناتها هي مبلشة من زيرو بلس ابسيلون، يعني من زيرو فيرجل زيرو 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 شيء. اوكي قصدك هيدا الدومين مثل هيدا الدومين، انت هيدا اللي شايفتيه ايه، انه ما في فرق اذا الزيرو منا داخل ما في فرق من... طب يا حنين خلينا شغلي شغل حبه حبه، ابسيلون كتير 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 صغير وطلعت معنا انيفورم كونتينيو هيك قصدك، شو اللي كنت انا هلا عم بتفاصح فيه هلا اخذت ابسيلون انصر مليار، ما قنعتكم انه بقدر لاقي بلا تنعب بالشغل كله حتى باثنين دومين، بس قلت شو الفرق بيناتهم اذا هو على زيرو اوفر معناتها هي مبلش من زيرو بلس ابسيلون زيرو ما في الفرق بين هيدا وهيدا بين هيدا وهيدا اوكي، يعني عم تقليني مثل بعضهم. طيب خلينا نحكي ماتيماتيك ما قبل ما اقول انه وين المشكله، بس الفرق بين هيدا وهيدا انه هيدا ناقص زيرو ابسيلون ما هيك، يعني هيدا بدي زيد عليه بالاحرى هيدا بدي زيد عليه زيرو وابسيلون حتى فيرمي اوكي ماشي. طيب هالزيرو ابسيلون فيرمي اليون ابسيلون بلس انفيني هيدا لا يعطيني زيرو بلس انفيني ما هيك، انت عم تقولي لي هيدا مثل بعضه حزتت علي لا أنا من المطلوبات. من المطلوبات. فرق بينهم زيرو. هيدا الانترفال. أوكي.
اللي شلته انا من الزيرو لا ايبسلون تنقول عم بعمل زوم يعني بس مشان يبين اكثر الشغل قدامي. هيدا اللي شلتيه انت اوكي هون هو اللي بيخليني يكون عندي اسمتوت فيرتيكال. اذا انا ايبسلون قد ما تكون صغيره قد ما تكون صغيره الفالور انسر ايبسلون موجود هون اوكي يعني الفالور تبعها هو بالنهايه انسر ايبسلون قد ما تكون ايبسلون صغيره الانسر ايبسلون هي مبلش فيها ومكمل نزول. يعني اذا شلت هدول بطل موجودين بالدومين تبعي انا رسمتي مبلشي من هون ونزول شو يعني الفرق بين الاسمتوت بطل عندي يعني مثل كأنه مبلشي من بوان فيكس مبلشي من بوان فيكس هذا اللي حكيته ايه ونزل لتحت اما عن فاني فورمون كونتينيو ايه بس انا فهمت هلا بس ما انا قصدي كان قبل حسب انه فهمت انه ما انا داخله الزيرو ليش ما بكون انه زيرو بلس ايبسيلون فضعت شوي بس هلا فهمت انه الفرق بيناتهم زيرو ايبسيلون. اوكي بعد معنا ثلث ساعه حارجع افتح ما حيطش اوكي يعني بترجع بتفوت على نفس اللينك اذا بس يسكر. شوفي اسئله هسه شو فينا نرجع على التدي لشون كنا؟ سألنا أنت. لا نروح على التداء أسئلة في سؤال فيه. يلا حافتح لك عن فيديو جديد.